هذا قسم الحلويات في المطعم في أضخم وأكبر سفينة بالعالم، كما تشاهدون الحلويات الجميلة. يعني اخترنا احنا مجموعة من الحلويات بعد الغداء كما تشاهد المطاعم وهي مطلة على البحر الأحمر هذا كما تشاهدونه أمامكم. اخترنا اليوم هذه الرطبات الجميلة بعد تحية عمالف صقر من المطعم قسم الحلويات في أضخم بحيرة وأكبر السفينة بالعالم.